بعتاب رقيق إلى الزملاء والإخوة والأبناء الذين آثروا الراحة في زمن لا يعرف الراحة، وتخلفوا عن الحضور في يوم ليس للقاعدين فيه درجة، وتنكبوا حمل الأمانة في وقت نحن نحتاج أشد ما نحتاج فيه إلى كل قاض وقاضية وكل عضو من أعضاء النيابة العامة. ولا عذر يقبل إن كان هذا الخطر الداهم يحيق بنا، فأي عذر وأنت قد فضلت مصلحة خاصة على مصلحة الجماعة. أنت يا أخي وأنت لا تدري تقايض مستقبلك بشيء أدنى مهما كان الذي عاقه، وتسببت في أن يعيرنا الخنازير، وأن تقول الخنزيرة أنهم 30 أنهم 30، وأعدك أيتها الخنزيرة المقززة، أعدك أن تكون الجمعية في المرة القادمة 15,000، وإن لم يتحقق هذا سأستقيل من نادي القضاء. وأهمس في أذن الخنزيرة ومالكها وممولها وأقول: لا يجوز أن يتحدث القلة عن الكثرة، دعوا هذا للكبار، أما أنتم فمن قلتكم لا يكاد المرء يراكم، اكذبوا فالكذب ديدنكم، احقدوا فهذا هو شعاركم، افعلوا ما شئتم لكن لن يتلوث سلم نادي القضاء بأقدامكم النجسة وبكاميراتكم العميلة، وما هيأ أحد لكم السبيل أن تتقولوا على أسيادكم إلا الزملاء الأعزاء الذين يجلسون في بيوتهم ويا حسرة عليهم في أي شيء ينفقون الوقت. ما هو العمل الذي يفضل عمل الجماعة؟ إن الجماعة فرض هي من مصادر الشريعة الإسلامية، وإن الرباح إذا اجتمعنا تأتى تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت أعوادا. أسف لأن قطعنا التواصل مع الجمعية العمومية، فعاليات الجمعية العمومية لنادي القضاء، بناء على طلب من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء الذي رفض وجودنا داخل مقر الاجتماع، اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاء، كما سمعتم يعني اتهمنا بالعمالة وما إلى ذلك، وحرف الكلمة إلى الخنزيرة وما إلى ذلك، لكن نحن أتحنا الفرصة كاملة، ولكن بناء على طلبه ورفضه بأن نستمر داخل الجمعية العمومية بالطبع يعني اضطررنا لأن نخرج ولا نستكمل الكلمة، كلمة المستشار أحمد الزند.